السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويتشهد بالأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينهض، يعني بعد التشهد الأول، مكبرا، ينهض مكبرا، يعني حال كونه مكبرا بعد تشهده الأول، ولا يرفع يديه في هذا الموضع عندهم، عند الحنابلة المذهب، وإن ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري حديث ابن عمر، إلا أن البخاري يصححه مرفوعا، والإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، وحينئذ لا يلزمه ولا يلزم من يقلد الإمام أحمد أن يرفع يديه، لا يلزم من يقلد الإمام أحمد أن يرفع يديه، لأنه لم يثبت عند إمامه مرفوعا. ولذلك لا تجدون هذا الموضع رفع اليدين بعد الركعتين بعد التشهد الأول في كتب الحنابلة، وإنما الرفع في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وأما بعد الركعتين فلا. والسبب في ذلك أن حديث ابن عمر المرجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، والإمام البخاري رحمه الله يثبته مرفوعا، فالذي يقلد الإمام لا يلزم لا يرفع، لأنه عامي أو في حكم العامي من المقلدين، ليس لديهم آلية النظر في الأدلة. قد يقول قائل: وغير المقلد للإمام أحمد ماذا يصنع؟ خلاف بين إمامين كبيرين، بين جبلين شامخين، أحدهما يراه مرفوعا والثاني يراه موقوفا. هذا الخلاف بين هذين الإمامين لو كان مما نقل عنهما، أن نقل عن الإمام أحمد هذا، ولو نقل عن الإمام البخاري في غير صحيحه أنه يصحح الرفع، لنظرنا في القولين ولطلبنا مرجحا. يعني لو أن الترمذي سأل الإمام البخاري عن حديث ابن عمر فقال المرفوع أصح، ولم يرد ذلك في صحيحه، لقلنا خلاف بين إمامين نطلب المرجح. لكن ما دام الرفع ثبت في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول، فإنه حينئذ لا ينظر لقول أحد،
ما دام ثبت مرفوعا في صحيح البخاري لا ينظر لقول احد كائنا من كان. يعني متى ننظر في الخلاف بين البخاري واحمد؟ اذا نقل عنهما، اذا ثبت عنهما انهما قال ذلك. ولا نقول ان الامام احمد ارجح من البخاري او البخاري ارجح، لا بد من طلب مرجح. كلاهما امام معتبر من اهل هذا الشان، المقلد له شانه، واما بالنسبه من لديه اليه النظر بين الاقوال والموازنه بينها فانه حينئذ يعمل بما يؤديه الى اجتهاده. ونصب الخلاف بين الامامين فيما كان في خارج الصحيحين، اما ما كان في الصحيحين او في احدهما وقد تلقتهما الامه بالقبول فلا ننظر لقول احد كائنا من كان. ولذا المرجح ان اليدين ترفعان بعد التشهد الاول، ورفع اليدين بعد التشهد الاول للقيام الى الركعه الثالثه منهم من يرى انه قبل القيام، والمحقق انه مع الذكر، مع التكبير، مع تكبيرة الانتقال، كرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع والرفع منه، يكون الرفع مقارنا للذكر. فحال النهوض، حال القيام، يرفع يديه كما يرفعهما إذا رفع من الركوع أو إذا شرع في الركوع أو إذا كبر لتكبيرة الإحرام. هذه مسألة مهمة، بعض الناس ينصب الخلاف ويضعف أحاديث في الصحيحين لأن الإمام أحمد أو لأن أبا حاتم أو لأن الدارقطني أو لأن أبا داود أو الترمذي أو لأن النسائي رجح أن هذا كذا في ترجمة من تراجم كتابه، فتنسب الأحاديث الصحيحة بهذه الطريقة. لا، نعم، في الصحيحين كما قال ابن الصلاح وغيره أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ فتخرج من المقطوع به كما قال، ويبقى أن القول الراجح هو قول الإمامين في كثير من المواضع، وأمكن الإجابة عن هذه الانتقادات في جل هذه المواضع، وبعضها لم يظهر وجه ترجيح اختيار الإمامين، لكن مع ذلك يبقى أن الكتابين تلقيا بالقبول، والجرأة عليهما بالتضعيف بقول من عارضهما من الأئمة لا شك أنه جرأة على السنة. وإذا تجرأنا على الصحيحين لم يبقى لنا شيء نتمسك به، لم يبقى لنا شيء ندافع عنه نتمسك به. وليست هذه عصبية لفلان أو لعلان، إنما عصبية دينية شرعية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست والله عصبية لا للبخاري ولا لمسلم ولا لغيرهم. ونظرنا في الآثار المترتبة على فتح المجال وفتح الباب على مصراعيه للنقد وتقبل هذا النقد من أي متكلم، من أي ناعق، سواء كان له حظ من النظر أو ليس له أدنى صلة بهذا العلم، يتحكمون ويحكمون العقول في هذه النصوص. على كل حال، الذي يقلد الإمام أحمد وليست لديه أهلية النظر يقلد الإمام، لأنه إمام وفرضه التقليد، لكن من كان من طلاب العلم ولديه أهلية النظر وبلغه الخبر وفي صحيح البخاري لا يقدم عليه شيء. ثم ينهض مكبراً بعد الفراغ من التشهد الأول الذي ذهب الكلام فيه في حكمه وفي حكم ذكره من التشهد، وسيأتي حكم من تركه في باب سجود السهو. نعم، ينظر فيه، نظر فيه أهل العلم وأجابوا عنه، كتاب التتبع الدارقطني، ينظر فيه ونظر فيه أهل العلم وأجابوا عنه، أجاب فتح الباري خصص فصل كامل من مقدمة الفتح من حجر، والنووي أجاب عن هذه الأحاديث في شرح مسلم. لكن أحسن الله إليك، ينظر فيه كل أحد
ولا طالب العلم ما ينظر فيه إلا من لديه آلية النظر. هذه أمور دقيقة، يعني أدق ما يبحث في علوم الحديث، لا يدركها إلا أمثال الأئمة الدارقطني وغيره. هذه أمور لا تدرك، لكن قد يعل الدارقطني سند هذا الحديث المسطر في البخاري أو في مسلم وهو ثابت عندهما بغير هذا الطريق. قد يكون الطريق الذي ذكره فيه مغمز وفيه نوع كلام أو جرح آثر البخاري إيراده أو مسلم لعلوه مثلا، مع أن عنده من الأسانيد ما يجبره أو ما لا كلام فيه أصلا، كثير منها من هذا النوع معروف فيه معروف. وهذا من أحد الوجوه التي يرجح بها البخاري على مسلم، هذه ذكرناه في مناسبات كثيرة. لكن يبقى أن الصواب في الغالب مع الإمامين، صواب في الغالب مع الإمامين، ولا يتساهل في الأمر أو يترك الموضوع أو يترك الكلام لأي أحد، لا أبدا. لا لا، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد اجتهاد، لكن المعول على حديث الأصول المرفوعة، المعول على حديث المرفوعة الأصول. يعني حينما يجتهد الإمام البخاري ويرى أن من أخر القضاء إلى رمضان آخر أنه يقضيه فقط ولا كفارة عليه، وإنما قال الله فعدة من أيام أخر، هل يلزمنا القول بهذا؟ ما يلزم، هذا اجتهاده. ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود، كنهوضه من السجود إلى الركعة الثانية أو الثالثة، كما ينهض من السجود. والمرجح عنده هو المذهب أنه ينهض على صدور قدميه، ينهض على صدور قدميه، هذا بناء على أنه يقدم حال السجود ركبتيه قبل يديه، فإذا أراد أن يقوم عكس. ومن يرى تقديم اليدين على الركبتين يقول ينهض على يديه لا على صدور قدميه، يضع يديه عنده، يضع يديه على ركبتيه وينهض على صدور قدميه. وعلى القول الثاني يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه قبل يديه. يشيرون إلى شيء كأنه موجود في وقتهم وكأنه قيل به من قبل بعض أهل العلم، وينصون على أنه لا ينبغي، بل بعضهم يبطل الصلاة به، وهو أن يقدم إحدى رجليه، يقدم إحدى رجليه ويقوم بعد ذلك، أشاروا إلى هذا ومنعوا من هذا الصنيع. والقول بإبطال الصلاة بسببه فيه بعد، لأنه عمل يسير، عمل يسير، نعم هو خلاف الأولى، لكن إبطال الصلاة به غير متجه. كنهوضي من السجود فإذا جلس للتشهد الأخير، للتشهد الأخير، التشهد الأخير، الأخير وصف للتشهد، فهل هو وصف لوقوع تشهد أول قبله أو لوقوعه في آخر الصلاة؟ الأخير يعني لوجود تشهد أول، تشهد أول وتشهد أخير أو آخر، أو لوقوعه في آخر الصلاة. في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر عشرة من أصحابه وكلهم وافقوه، فصل بين التشهدين، جعل التشهد الأول افتراش والتشهد الأخير تورك. صفة التورك قال فنصب رجله اليمنى نصبه، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، تحت فخذه. مقتضى قوله تحت فخذه أنه يجعلها بين الساق والفخذ، وقد جاء بذلك رواية صحيحة، وقد جاء بذلك رواية صحيحة. لكن هذه الصورة وهذه الصفة لا تتسنى لكثير من الناس،
لا سيما من ابتلي بالبدانة لا يستطيع. نعم الرجل الذي لا يحمل اللحم يستطيع، لكن البدين ما يستطيعه. وأكثر من وصف هذا التورك قال إنه يجعل رجله اليسرى تحت ساقه، تحت رجله اليمنى. الصورة السابقة التي صحت وثبتت، والصورة الثانية التي يمكن فعلها لعادي الناس، وكلاهما ثابت، لكن الصفة الثانية أكثر، الصفة الثانية أكثر، وعلى هذا تفعل في الغالب. وإن فعل الإنسان الصورة الأولى أحيانا أحسن، ومن تركها لصعوبتها عليه وأنه لا يستطيع أو تشق عليه فلا شيء في ذلك، فقد لا بأس إن شاء الله تعالى. التشهد الأخير عرفنا أنه إما أن يكون قبله تشهد ويصح وصف الثاني بالأخير. متى يصح وصف الثاني بالأخير ومتى لا يصح؟ قبله واحد، لكن إذا كان بعده ثالث يصح وصف الأخير؟ ما يصح. طيب عندنا ربيع الثاني وجمادى الآخرة، في فرق بينهما؟ هم يفضلون أن يقال الثاني إذا وجد ثالث، يفضلون إذا وجد ثاني أن يقال، إذا وجد ثالث يقال الثاني ولا يقال الآخر، وإذا لم يكن هناك ثالث يفضلون الآخر، يعني المتأخر، وهو آخر شيء، يعني ما في بعده شيء. فيه علة لقولهم ربيع الثاني وجمادى الآخرة، ما قالوا ربيع الثاني ولا جمادى الثانية، أحد يذكر شيء؟ ذكرنا، أشرنا إلى المذاهب في صفة الجلوس. نعم شيء. يرجون ثالث، لو ثالث لن يأتي ثالث، ما في ربيع ثالث. ها في التورك وش ما صفتها؟ طيب كيف يعني، كيف تمد يعني؟ يعني هي الصفة الثانية، إلا أن القدم بدل ما بدلا من أن تنصب تمد. أشرنا سابقا إلى خلاف العلماء في الافتراش والتورك، وقلنا أن المالكية يتوركون في كل تشهد، وفي حديث ابن مسعود، والحنفية يفترشون في كل تشهد، فلا افتراش عند المالكية ولا تورك عند الحنفية. الشافعية والحنابلة يفرقون، التشهد الأول افتراش عند المالك، عند الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا افتراش. التشهد الثاني أو الذي يعقبه السلام، يعني إذا كان هناك تشهدين ففيه التورك مطلقا عند الحنابلة، و عند الشافعية إذا كان يعقبه السلام، يعني إذا لم يكن بعده سجود سهو فإنه حينئذ يتورك. التشهد الذي ليس في الصلاة إلا واحد منه كصلاة الركعتين في الصبح مثلا أو النوافل، إذا كان يعقبه سلام فالشافعية يرون فيه التورك، والحنابلة يقولون افتراش، ولا تورك إلا في صلاة فيها تشهدان ويكون في الثاني منهما كالثلاثية والرباعية. أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فإنه لا تورك مطلقا عند الحنابلة، ويتورك الشافعية إذا كان هذا التشهد يعقبه سلام. لماذا فرق بين التشهدين؟ لأن التشهد الأول قصير والثاني طويل، هذا من جهة. إذا قلنا بهذه العلة بمفردها قلنا إن قول الشافعية متجه، وإذا أضفنا إلى هذه العلة التفريق بين التشهدين ليعرف المسبوق قدر ما سبقه
وفي أي جزء من أجزاء الصلاة هذا الإمام، فحينئذ تكون العلة مركبة ولا يتسنى حينئذ إلا إذا اجتمعت العلتان، إذا اجتمع جزء العلة تكون علة مركبة من جزئين، ولا يترتب على الحكم إلا إذا اجتمع الجزئان، توافر الجزئان. فلا يرد قول الشافعية، لو اقتصرنا على أن التورك في التشهد الثاني لأنه يطال في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تعوذ من أربع، وفي اختيار من الدعاء ما شاء طويل، يرد علينا قول الشافعية. التشهد الذي عقبه السلام طويل، سواء كان في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، طويل. وإذا قلنا إنه مع هذا الطول يلحظ أيضا جزء من العلة، وهو الفرق بين التشهدين، ليعرف المسبوق لا سيما الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، من أجل إذا رآه مفترشا في ثلاثية أو رباعية لحق به وصنع مباشرة مثل ما يصنع الإمام، بدلا من أن ينتظر هل يقوم أو يسلم، لأنه مأمور بأن يصنع، إذا دخل أحدكم الإمام في صلاته فليصنع كما يصنع الإمام. فإذا كانت العلة مركبة من جزئين لا بد من توافر الجزئين، ولا يكفي أحدهما دون الآخر. يقول: فنصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. هذا يقول: بعض العلماء ذكر أن صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى. كيف تكون اليسرى؟ إيش معنى اليسرى؟ نعم، لا، يقول ذكر أن صفة التورك وهي التي بين الفخذ والساق تكون اليسرى، هذا انتهى. وذكر بعضهم أن في الحديث احتمالية تصحيف، ومما يؤيد ذلك أن هذه الصفة يصعب على كثير عملها، وقد يقال إنها لا توحي بالطمأنينة. ما قولهم بها؟ بعضهم قال إن بين تأتي بمعنى تحت، بعضهم قال إن بين تأتي بمعنى تحت، وحينئذ توافق الصفة الأولى، لكن بين لها معنى وتحت لها معنى، والذي يتيسر له فعلها لو فعلها أحيانا أحسن. ها؟ لا لا، أفرشها صعبة عليك أنت، يمكن سهل لكن غيرك ترى فيها صعوبة. نعم، يمكن ما في ما يمنع. لا لا، إذا كانت اللفظة محفوظة ما أحد كلام، إذا كان سندها صحيح مخرجة في، ها؟ هم قالوا إن بين تأتي بمعنى تحت، لكن فيه بعد، فيه بعد. هذا عند العجز، هذا عند العجز. لا لا، التلازم هذا الصفة الطبيعية لمن نزل على ركبتيه أن يعتمد على ركبتيه. نعم، وينهض على صدور قدميه، ومن قال ينزل يديه يرفع القدميه ركبتيه قبل يديه، هذا معروف. من قال بهذا قال بهذا. ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. ويتشهد بالأول، يتشهد بالأول يعني في التشهد الأخير، يأتي بألفاظ التشهد الأول الذي تقدم الكلام فيه، من تشهد ابن مسعود وهو الأكثر، أو تشهد عمر، أو تشهد ابن عباس، يعني بالتشهد الأول الذي ذكره، الذكر الذي ذكره في التشهد الأول يأتي به هنا. ويتشهد بالأول، ثم بعد التشهد الأول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره. التشهد الأول من واجبات الصلاة وذكره كذلك. التشهد الأخير ركن عند الحنابلة، وذكره لا سيما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، وغير الحنابلة يقولون أنه ليس بركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه المسيء، ما علمه المسيء. وعند جمع من أهل العلم أن حديث المسيء في مقام البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة، مقام حاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز،
فجعلوا صفة الصلاة تنطبق على حديث المسيء، فما ذكر فيه فهو واجب لأنه جاء بصيغة الأمر، وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لكن النصوص الأخرى دلت على أجزاء من الصلاة واجبة أوجبها من يقول بهذا الكلام وهي لم ترد في حديث المسيء. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا أمر اللهم صل على محمد، قولوا نعم الوجوب ظاهر، لكن الكلام في الركنية هل يرقى مثل هذا اللفظ إلى الركنية أو لا يرقى هذا محل النظر، أما كونه واجب فلا أقل من أن يكون واجبا. وإذا عرفنا هذا وأن الحنابلة يرون ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من بين سائر المذاهب، فكيف يقال أنهم جفاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وليس من أهل العلم من يرى ركنية الصلاة عليه في الصلاة عليه وعلى آله سواهم، والله المستعان. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جاء في بعض الروايات الصحيحة وعلى أزواجه وذريته، فدل على أن الآل في هذا الموضع هم الأزواج والذرية، هم الأزواج والذرية، لأن ما جاء في رواية مجملا فصل في رواية أخرى حمل على المفصل وبين بالرواية المفسرة. منهم من يقول أن المراد بالآل أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، وهذا قول معروف عند أهل العلم. ومنهم من يقول آله من تحرم عليهم الصدقة، بنو هاشم بنو المطلب. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الأقوال واستدل لها وأطال في تقرير ذلك. وأما بالنسبة لموضعنا هذا فالمتجه أنهم أزواجه وذريته كما جاء مبينا في رواية أخرى. نعم نعم، يقول إذا قلنا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن وسلم الإمام قبل أن يصل إلى هذا الركن، قبل أن يصل المأموم إلى هذا الركن لأن الإمام يسرع في قراءته والمأموم بطيء، قلنا في قراءة الفاتحة أنه لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، قبل إكمال الفاتحة قلنا أن حكمه حكم المسبوق، يركع مع الإمام والمسبوق تسقط عنه الفاتحة كما لو جاء والإمام راكع. لكن بالنسبة لركن في آخر الصلاة الفاتحة جاء ما يدل على أنها تسقط عن المسبوق، لكن إذا قلنا بركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يأتي به ولو نوى الانفراد بعد إمامه كما لو سبق بركعة كاملة، يأتي به ثم يسلم. نعم. لا لا، هذا ما سبق بشيء، بيسلم مع الإمام، هل يسلم ولا يكمل يصلي على النبي؟ لا لا لا، هذا جاي مع الإمام من أول الصلاة، لكن الإمام يسرع فسلم قبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي يسلم معه يتابع الإمام ولا يصلي على النبي يأتي بهذا الركن؟ هذه الصورة المفترضة. لا لا لا، المسبوق مع الإمام ما في مشكلة، إنما يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته. لكن أحسن الله إليك، ألا يعتبر التأخر يسير لا يضر على المتابعة؟ حتى لو كان كثير، يعني شخص في لسانه ثقل وتأخر في الإتيان بهذا الركن ونوى الانفراد ما فيه مانع إن شاء الله. لا السنن لا، السنن لا يتابع الإمام، لكن مثل هذا الركن الذي يبطل الصلاة عندما يقول بركنيته لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. شلون صار؟ يعني لا بد من التزام الصيغة أو لا؟ يعني لا بد أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إلى آخره، صلاة إبراهيم هي المعروفة، لا بد من هذه الصفة. يعني هل هذه الأذكار توقيفية أو ينوب عنها ما يقوم مقامها في المعنى؟ نعم هذا المقصود. هل يقوم لو قال صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صلى على محمد على إبراهيم وآله وسلم، يعني بدلا من أن يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الخبر، ولا يختلف الأمر سواء كان بصيغة الطلب أو بصيغة الخبر، كله دعاء كله دعاء. لفظ متعبد به حسن الله. لو رجعنا إلى القواعد، قواعد ابن رجب في الألفاظ والأذكار المتعبد بها، هل يجوز أن تقال بالمعنى وهل يجوز أن تذكر بغير العربية؟ نعم، هذه الأمور المتعبد بها بلفظها لا بد من الإتيان بها إلا من عجز عنها، إلا من عجز عنها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم جاء في روايات صحيحة، وجاء إفراد إبراهيم وجاء إفراد آل إبراهيم، وبعض المحققين ينفي ورود الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، ينفي ذلك، لكنه ثبت بالأسانيد الصحيح. في هذا الموضع أزواجه وذريته كما جاء مفسرا في رواية أخرى صحيح، البقية كلهم ماتوا بدون نسل. لو فيه أمامة بنت زينب، نعم، الله أعلم، ما ندري. لا، هي تزوجها علي، إيه تزوجها علي بعد فاطمة، تزوجها علي بعد فاطمة، ما أدري هل أنجبته ولا، الله أعلم، ما أدري. في هذا الموضع يعني في باب تحريم الصدقة يدخلون التنصيص، أحسن الله إليك، على بعض أفراد العام. هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى، ويتنصيص على الأزواج والذرية من بين الآل هل يقتضي تخصيص بحكم موافق لحكم العام؟ يعني الأصل أن الآل أشمل وأعم من الأزواج والذرية، فالتنصيص على بعض أفراد العام للعناية بهم والاهتمام بشأنهم، فيكون الآل أتباعه على دينه، على القول الآخر، وهو مرجح عند كثير من أهل العلم لا سيما وهو أنه النظر الشرعي متجه إليه، النظر الشرعي متجه إليه. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لو كان من ذرية المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس بمتابع له فإنه لا يدخل، وإذا كان تابعا له ولو لم يكن من ذريته فالنظر الشرعي عموما، لأن الأخوة إنما هي بالدين لا في النسب، هذا المقرر في الشرع. وعلى كل حال أقوال أهل العلم في هذا معروف. أحسن الله إليك، ما يشكل على هذا حديث الأضحية أنه ضحى بواحدة عنه وعن آل محمد وأخرى، عمن لم يضحي من أمة محمد؟ هو إذا وجد ما يخرج، إذا وجد ما يخرج أو ما يدل على خروج بعض الأفراد هذا ما في إشكال. ها؟ هذا الموجود والآل أيضا، الجمهور يوجبون الصلاة على من يقول بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجب الصلاة على الآل، مع أن الأمر واحد. عفوا يا شيخ، السؤال في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا، في الصلاة. لا يوجبون الصلاة على الآل مع أن الأمر واحد، الأمر واحد. ومنهم من يقول أن إيجاب الصلاة على الآل كإيجاب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد اقترانهم معه استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، يعني كما في قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان ليس بواجب، وهذا ما يستدل به على ضعف هذه الدلالة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجب، وعلى غيره من الآل ليست بواجب. على كل حال الامتثال في هذا الموضع لا يتأدى إلا بهذه الصيغة. نعم، هم معولهم في ذلك على أن التشهد الأول مبناه على التخفيف، مبناه على التخفيف، وأنه بعده أفعال، والتشهد الأخير ليس بعده شيء. شلون؟ منهم من يرى، منهم من يشدد في أمر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، حتى هو قول في المذهب أنه لو أطال الإمام التشهد الأول هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام المأموم أو يكرر التشهد الأول؟ بعضهم يرجح أنه يكرر التشهد الأول ولا يصلي على النبي. نعم،
صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شلون نيته؟ ركنيته والله هو الظاهر، ركنيته هو الظاهر، لأن الأمر يشمل قابل للتشهدين، وأيضا لا يتم الامتثال إلا بتمام الصيغة، وبارك على محمد وعلى آل محمد، لا بد منها، لا يتم الامتثال إلا بهما لو جمعهما، اللهم صل وبارك لو جمعهما، ما قلنا الفاظ متعبد بها، الفاظ متعبد بها لا بد من الاتيان بها بلفظها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى، هذه زيادة في بعض النسخ دون بعض، أنه قال وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا الذي في الشرح وهذا في النسخة الأخرى اللي عندي كذا المغني كذا، أظن ما فيه على آل مصلي على آل إبراهيم، ما فيه على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، نعم كما صليت على آل إبراهيم، وفي التبريك كذلك كما ومثله أيضا على آل، كلاهما زيادة، زيادة من بعض النسخ دون بعض، ولا شك في ثبوت الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم من حيث الإسناد، ونفي بعض الأئمة لثبوت الجمع بينهما مردود بأنه ثبت، والمثبت مقدم على النافي، يعني مثل ما نفى ابن القيم الجمع بين اللهم والواو مع أنه ثابت في الصحيح. الإشكال الذي يذكره أهل العلم أن محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل الخلق، فكيف تطلب صلاة له ولآله مشبهة بالصلاة على إبراهيم وآله؟ كيف تطلب صلاة للأكمل مشبهة بالصلاة على الأقل؟ هذا إشكال يذكره أهل العلم، ويجيبون عنه بأن الآل وهم الأتباع يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففي قوله وعلى آل إبراهيم أتباعه ممن تبعه على ملته ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة كلهم من آل إبراهيم بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالمجموع إذا نظرنا إليه أكمل من المجموع بالنسبة لآل محمد، لأنهم أقل من آل إبراهيم، إذا دخل في آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه صار من تبع إبراهيم قبل محمد عليه الصلاة والسلام قدر زائد. والأصل في هذا كله أن ورود الإيراد الإشكال والجواب عنه هذا لا شك أنه مما يبحثه أهل العلم، وهو إشكال وارد، لكن الأصل في ذلك الاتباع، أمرنا بهذا فعلينا أن نفعل ونطبق سواء ظهرت لنا الحكمة والعلة ولم تظهر، لكن إن ظهرت بها ونعمة، وإن لم تظهر فالتعبد هو الأصل. قالوا يا شيخ أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم صلاتان، طيب أين؟ لأن صلي عليه مفردا ثم صلي عليه مع آل إبراهيم حصلت له صلاتان فكان أشرف وأكمل فيها. لكن التشبيه في الغالب أن يكون المشبه دون المشبه به، لكن أحسن الله إليك له الصلاة مشبهة وهو داخل في المشبه به، مثل ما قلنا أنه داخل في آل إبراهيم فهو داخل، نعم مثل ما ذكرنا. طيب وما يلزم التشبيه من كل وجه، ما يلزم التشبيه من كل وجه، يعني شبه رؤية الباري برؤية القمر، نعم، وشبه الأول زمرة تدخل الجنة بالبدر، فلا يلزم التشبيه من كل وجه، وجه الشبه المطابقة من كل وجه ليس بلازم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والصلاة على الآل في هذا الموضع متعبد بها، لكنها ليست بلازمة لامتثال الأمر في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أن الآل لهم علينا حق وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ألحقناهم ألحقنا الصحابة أيضا، لأن لهم من الحق في إيصال الدين إلينا، فلولاهم ما وصلنا دين ولانقطع حبلنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فلهم علينا من الحق ما هو مثل حق الآل، فنجمع بينهما. ولا يبقى القائل أن صلاة إبراهيم خصصت الآل دون الصحب، نقول لا، هذه في موضعها لا بد منها، ولا يجوز أن نضيف الصحب في الصلاة الإبراهيمية، حتى ولو قلنا أن المراد بالآل أزواجه وذرية، ولا يجوز أن نضيف، لأن هذه ألفاظ متعبد بها، لكنه لا يلزمنا في كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما أن نصلي على آله معه. اللهم إذا أضفنا من باب الاعتراف بفضل أهل الفضل أن نضيف الآل والأصحاب أيضا، ولكل منهما فضل، ولكل منهما فضل. وهذا فرد من أفراد العام الذي جاء الأمر به في سورة الأحزاب، والتنصيص على بعض الأفراد كما هو مقرر عند أهل العلم لا يقتضي التخصيص. لا يرجح ما أشرت إليه يا شيخ كون تخصيص الآل صار سمة؟ أنا قلنا أنه في مواضع قلنا أنه صار شعار لبعض المبتدع، وإذا خصصنا الصحبة دون الآل صار شعارا لمبتدعة آخرين للنواصب، والجمع بينهما هو مذهب أهل السنة وقول أهل السنة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. قول الأخ يقول النبي أن إبراهيم عليه السلام خص بمزيد في الصلاة والبركة، فطلبت هذه المنزلة للنبي عليه الصلاة والسلام وآله، وكون إبراهيم عليه السلام يكون أفضل من غيره من وجه أو في صفة لا يعني أنه أفضل مطلقا، التفضيل الجزئي لا يعني التفضيل الكلي، ولا ينافي تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة، فقد ثبت في الصحيح أن أول من يكسى إبراهيم عليه السلام قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعني أنه أفضل من محمد عليهما الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يقول فإذا قمت فإذا أو أقول أقول فإيش فإذا موسى آخذ نعم نعم يصعق الناس، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش أو باطش بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ولا يعني هذا أن موسى أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، فالتفضيل الجزئي لا يعني ولا يقضي على التفضيل الكلي الإجمالي. قال ويستحب أن يتعوذ بالله من أربع، يستحب أن يتعوذ من أربع، نعم شغل، لكن هو مأمور بهذا شرح ولا تتمنوا، هذا نزل في النساء حينما تمنت أم سلمة ومعهم معهن لو كانوا رجالا يجاهدون في سبيل الله، تمني المرأة أن تكون رجلا هذا اعتداء، تمني الرجل لو كان امرأة أيضا اعتداء، لكن لو فضل إنسان بمزيد عمل اختياري يمكن أن ينال بالاختيار ويستعان عليه بالدعاء هذا مطلوب ما في إشكال. مثل الحديث لا حسد إلا في الدنيا. نعم، ومنهم من يتمنى أن لو كان لديه مال مثل فلان لعمل فيه مثل فلان وجاء مدحه فهما في الأجر سواء، وهكذا. استحبوا أن يتعوذ، خلنا نكمل الإخوان عشان ما نتأخر، استحبوا أن يتعوذ من أربع، فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، عذاب جهنم الذي لا تقوم له صم الجبال، يعذب به الكفار عذابا أبديا سرمديا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وكذلك العصاة يدخلون النار وينقون فيها، فيستعاذ بالله من هذا العذاب الذي لا يطاق
ومن عذاب وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر جاء فيه ما جاء من كونه يضرب ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه ويشتعل عليه قبره نارا، غير ذلك من أنواع العذاب التي جاءت بها النصوص يستعيذ بها المرء لأنه لا يستطيع تحمل هذا العذاب. وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وهي من أعظم الفتن التي تمر بهذه الأمة في آخر الزمان، ويتبعه فئام من الناس يصدقونه لما جعل الله على يديه من خوارق يفتن بها بعض الناس من يستجيب له. وأي فتنة أعظم من شخص يأتي ومعه ما يشبه النار، ويأتي معه بما يأمر به السماء فينزل المطر ويأمر ويفعل ويترك، كل هذه أمور تعرض الإنسان للفتنة. ما لا يستطيع الثبات معه أكثر الناس، لا يثبت مع هذه الفتنة أكثر الناس. فأمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة. وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، الإنسان يتعرض في حياته إلى فتن تموج به، منها ما تكفره الصلاة والصيام، ومنها ما يحتاج إلى توبة، ومنها ما قد يخرجه من دينه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوب، فكيف من يفتن في كل يوم مرة أو مرتين في آخر الزمان؟ ظرف الذي نعيشه لا شك أنه زمان فتن، فنعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا هي ما يعرض له في حياته، وفتنة الممات ما يعرض له عند وفاته من عرض الأديان عليه، وتعرض الشيطان له بما يفتنه ما يكون سببا لسوء الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. هذه التعوذ بالله من أربع سنة عند جماهير أهل العلم، وأوجبها بعضهم للأمر بها، وطاووس بن كيسان الإمام المعروف كما في صحيح مسلم أمر ولده عبد الله بإعادة الصلاة لما تركه، فليحرص عليها الإنسان لأنها دعوات علها أن تصادف ساعة إجابة تقي المسلم هذه الأهوال وهذه العظائم. وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار، جاء في الحديث ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ما شاء عموم سواء كان بما ورد أو لم يرد، وهنا خصه بما ذكر في الأخبار يعني بما ورد، وليس له أن يدعو بدعوة غير واردة، هذا قول. والثاني أن له أن يدعو بما أحب وبما شاء بما ينفعه في دينه، وأما أمور الدنيا فلا يدعو بها، وهذا ينص عليه كثير من الفقهاء. فلا يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة أو دارا واسعة أو دابة هملاجة على ما قالوا، إنما يدعو بما ينفعه في دينه. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام بما شاء أو بما أحب يشمل ما ينفعه في دينه وفي دنياه. وكلام المؤلف رحمه الله يخصه ويقصره على ما ورد، وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس، ويسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والسلام ركن من أركان الصلاة، لأنه تحليلها وطرفها المشبه بطرفها الأول الذي هو تحريمها، تكبيرة الإحرام ركن، وأيضا تحليلها التسليم يكون ركنا كتحريمها. ومنهم من يقول أنه ليس بركن بل واجب، وهل الركن أو الواجب التسليمتان أو الأولى فقط والثانية سنة؟ قولان معروفان عند أهل العلم. والحنفية لا يرون السلام مطلقا، لا يرونه لا واجب ولا ركن، بل إذا أتى بما يخالف الصلاة أو ينقضها فلو تكلم أو أحدث تمت صلاته، ويعتمدون في ذلك على حديث ابن مسعود.
فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. والنبي عليه الصلاة والسلام سلم بهذه الصيغة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وداوم على ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن امتثال الأمر بالصلاة كما كان يصلي لا يتم إلا بهذا. وأما حديث ابن مسعود فآخره لا يثبت، بل جزم بعضهم أنه من قول ابن مسعود، أنه من قول ابن مسعود لا يثبت مرفوعا. زيادة وبركاته الظاهر في التسليمة الثانية الوجوب، معروف أن الواجب بل الركن عند الحنابلة التسليمتان، التسليمتان، والجمهور على أن الثانية سنة، على أن الثانية سنة. زيادة وبركاته جاءت بأحاديث بمجموعها تدل على أن لها أصلا، فلو قيلت أحيانا كان أفضل. والغالب هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحواله الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله مرة عن يمينه ومرة عن يساره، ويبتدئ السلام وهو متجه إلى القبلة ثم ينحرف عن يمينه، ثم الثانية وهو متجه إلى القبلة ثم يلتفت إلى يساره، ويكون التفاته إلى يساره أكثر من التفاته إلى جهة اليمين. نعم. والنية لا بد منها، النية، نية الخروج لا بد منها. ولذا لو قال السلام عليكم وهو غافل ما نوى شيئا هذا سهو، سهو. ولو تعمد أن يسلم من غير نية للخروج بطل الصلاة، لأنه تكلم في الصلاة بما يبطلها، فلا بد من نية الخروج الذي يستدل عليه بهذا اللفظ كتكبيرة الإحرام، نية الدخول مع اقترانها بهذا اللفظ. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. تعوذ من أربعة وعلى آله وسلم فيها الترتيب يا شيخ، تعوذ من الأربعة المذكورات؟ لا، ما يلزم الترتيب، ما يلزم، ما يلزم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. تقديمها الواحد تلقاء وجهه على قول من قال. أي نعم، تلقاء وجهه.